अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक का चौथा पारा इससे पहले हम सूरह आले इमरान का आयत नंबर 171 तक पढ़े थे यानी रुकू नंबर एट तक और आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान का आयत नंबर 180 तक यानी रुकू नंबर नाइन तक तब आइए अब हम शुरू करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم {والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين} ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوا في الاخره يريد الله الا يجعل لهم حوا في الاخره ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير आइए एक مرتبه इसे الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم